يقول أحسن الله إليكم، بعض طلبة العلم يريد الخير فيسجل له حساب في كل مواقع من مواقع التواصل الاجتماعي كانستغرام والسناب شات وغيرها بهدف نشر الخير وتكثيره بين الناس والعوام، علما بأن هذه المواقع يسهل ويكثر فيها الشر وظهور النساء، فهل تؤيدنه على ذلك أم الأفضل ألا يفتح هذا الباب على نفسه؟ الحمد لله رب العالمين، لا نمنع ذلك مطلقا ولا نأذن فيه مطلقا، بمعنى أننا لا نمنعه لكل أحد ولا نأذن فيه لكل أحد، وإنما يخص به طلبة العلم الذين أخذوا حظهم من العلم والتفقه والتقوى والإيمان والورع وخشية الله عز وجل، ممن يعلمون من أنفسهم إن شاء الله أنهم لن يتأثروا بمثل ذلك، مع أن الإنسان قد لا يأمن نفسه في مثل هذه المواقع لكثرة الفتن، ولكن سددوا وقاربوا، ويعني يختار الإنسان أهون الشرين وأقل الفسادين، فلا ينبغي أن تترك هذه الوسائل وما فيها من الشر بلا مزاحمة، ولا ينبغي أن يتقحم فيها كل واحد حتى لا يكون ذلك تعريضا لنفسه للخطر، وإنما يخص بها أهل العلم، أهل العلم من أهل الرسوخ والتقوى والورع، ممن عندهم إن شاء الله الكفاية والهداية في تجاوز هذه الفتن التي تعرض في هذه المواقع مع وجوب الحذر منها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فينبغي للإنسان ألا يترك مطلقا، فينبغي لنا ألا نترك مطلقا وألا نتقحم فيها جميعنا مطلقا، وإنما الوسطية في ذلك مطلوبة، والله أعلم.